سبعني بغيبتك تجري الزمن مولاي، ولا يمشي أبد دهري عدل وياي. أنا لا للهوى فقري ولا للماي، أنا بعازة عشق عمري وأمل دنياي، أنا بعازة عشق عمري وأمل دنياي، غيابك حناني. وارحمنا بمحمد آل محمد يا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا إنا لله وإنا إليه راجعون. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين المشردين المشردين عن الأوطان. الصلاة والسلام عليك يا أبا عبد الله يا رحمة الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا غريب يا مظلوم يا مظلوم كربلاء. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. وظل وحيدا وظل وحيدا لا يرى من يجيبه وظل وحيدا وحيدا لا يرى من يجيبه سوى جثة هذا وذاك مخضب وراح كئيبا وراح كئيبا للخيام بحزنه وراح كئيبا للخيام بحزنه
ونار الأسى في قلبه تتلهب. منو بالخيام يا مؤمنين؟ من اللي واسي الحسين؟ وأقبل يوصي زينب بعياله، وأقبل يوصي زينب بعياله، فيا ساعد الله قلب آك يا زينب. يا ابنة أمي بعدنا فتحملي، يا رزايا ومنها صاحب الصايا يا ابو يتعبوا. وصبرا وصبرا إذا ماشي إلى رأسي في القناة، وهبت علي الريح في الشاي يلعبوا. تنادي تنادي يا ابو علي تنادي، ومالك مالك معين مالك معين، وقومك قومك يا خويا على الغبرة، قومك قومك يا خويا على الغبرة، مطاعين مطاعين، انا منين اجيب المرتضى منين؟ يا أنا منين أجيب المرتضى؟ يا منين؟ بنيت أنا خدر بهبة إخواني، أنا خدر خدر بهيبة إخواني، بنيت بنيت وشنه الدهر ما أدري، بنيت يا بنيت يا طارش قل علي الحق، يا طارش قل علي الحق، بنيت بنيت قبل لا تنوخذ لابن الدعية، والله قبل لا تنوخذ لابن الدعية. أنا واحد من أهلي ما بقالي، أنا واحد من أهلي ما بقالي، غريبة ودور عين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال المولى جل وعلا في محكم كتابه: ومنير خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم. جاء الحق وزهق الباطل،
إن الباطل كان زهوقا. تعجيلا لفرج مولانا صاحب العصر إمام الأمة وولي النعمة وقضاء للحوائج ونورا للقلوب وعطرا للأفواه وشفاء لمرضاكم ومرضى المؤمنين ورحمة للأموات، فلنصلي على محمد وآله بأعلى الأصوات. من الألفاظ المحورية في معرفة معارف الإسلام والآيات القرآنية لفظ الحق وكلمة الحق. هذه الكلمة، هذه المفردة اللي كثيرا ما نراها في الآيات الكريمة المباركة وفي الأدعية والزيارات وفي أحاديث أهل البيت بشكل واسع، وقد اشتهر عند أهل الاختصاص في علم الحديث حديث متفق عليه، قال رسول الله لأمير المؤمنين علي: علي مع الحق والحق مع علي، يدور الحق أينما دار علي. بس أنت جنابك من تسمع كلمة الحق إيش يتبادر على ذهنك من معنى؟ شنو معنى الحق في ذهنك؟ هذا أول الكلام. هذه المفردة من أوسع الألفاظ في المعارف الإسلام مصداقا تعريفا وتطبيقا. الحق شنو هو ككلمة كلفظ؟ ليش؟ لأن جنابك تدري العرب كل كلمة من كلماتهم ومفردة من مفرداتهم يعرفونها. لما نقول الحق شو يقصد؟ شنو معناته اللغوي؟ المعنى لهذه المفردة ثلاث، ركز وياي. شو يقولون؟ يقولون الحق هو عبارة عن المطابقة، الحق هو عبارة عن الموافقة، الحق هو عبارة عن الصواب. ثلاث: مطابقة، موافقة، وصواب. هذا في تعريف اللغة، وجنابك تدري لكل مفردة استعمال لغوي ويتعدى الاستعمال اللغوي يصل إلى استعمال عليك نور اصطلاحي، يعني في اصطلاح القرآن، في اصطلاح واستعمال النبي في آية في الأحاديث، في معارف الإسلام يطلقون على أي شيء حق. هنا حقيقة منظومة كاملة من التعاريف. دققوا وياي، أبسط أنا الموضوع شوي، يمكن في شيء من الثقل لكنما أنا أجيبه خفيف. حينما يقولون الحق يعرفون الحكماء بعد تعريف اللغة اللي قلنا الموافقة والمطابقة والصواب،
شو يقولون الحق؟ يقولون الحق هو الثابت الذي لا يسوق إنكاره وثابت وباقي. هذا تعريف الحق الاصطلاحي. بعد دقق وياي بعد شو يقولون؟ يقولون الحق، هذا الإسفهاني الراغب في كتابه، الحق يقال لموجد الشيء بسبب ما تقتضيه الحكمة حق. يعني شنو؟ ركز وياي، بسيطة أعيد، يقال لموجد الشيء بسبب ما تقتضيه الحكمة حق. يعني الجليل جل وعلا لما قرر بالقرار الرباني أن يخلق الأرض والمادة، حينما عرف مقتضى وجود هذه المادة ودوامها ونموها وكثرتها وجود شمس فخلق الشمس، وجود قمر فخلق القمر، وجود ماء فخلق الماء، وجود هواء فخلق الهواء. بمقتضى الحكمة الإلهية الله يعلم أن الأرض ومن عليها شريدون شمس، شريدون قمر، شريدون ماء، شريدون هواء. فحينما خلقها بمقتضى علمه وحكمته فالشمس حق والقمر حق والماء حق والحجر حق والشجر حق. هذا أولا، هذا أولا. فكل ما يوجد في عالم الوجود من مخلوق باعتبار أن القدرة الإلهية والعليم الخبير اقتضى يعلم بحكمته أن هذا الموجود اللي يريد يكون أيام معدودة على الأرض فيحتاج إلى هذا الشيء فخلقه، فخلق هذا الشيء هو حق. فالنفس حق والجسد حق والتراب حق والأرض حق، وكل ما تتصور هو عنوان من عناوين الحق. ركزوا، هاي التعاريف تفيدنا حتى نريد نعرف علي مع معنى واسع جدا. بعد شي يقولون المعنى الثاني الاصطلاحي، ركز، يقولون في البعد العقدي والعقيدة في المعتقد بشيء مطابق لما يريده الواقع المولى جل وعلا في نفسه حق. العقائد والشرائع والأديان كثيرة لكن مو كلها على حق. جناب كلام من تمر على أي بلد من البلدان يمكن تشوف تنوع الأديان، صحيح لو لا؟ تنوع الأديان، مختلف الأديان، كل واحد عنده دين. هاي أنا شفت بعيني في مكان في جنوب الهند، في منك عن الهند، النواحي سيارات اثنين وانتات، وانيت شايلة صنم للبطن، والوانيت الثاني الأكبر جاء حجمهن كبار، والثانية شايلة من البطن للوجه. سألت هذا السائق شنو هاي؟ هاي الوانتات شايلات هاي الأصنام، وحدة لحد بطن ووحدة من فوق للرأس، شنو هو كبار حجم كبار؟ قال هذا إله، هذا إله. وين مودينا؟ قال ها هاي لها قصة. شنو قصته؟ قال مو هذا، شوف وين شايفي لهم شلال، وين شايف لهم جبل نهر شجر حلوة غابة ما بيها إله، فيختارون لها إله. شلون يجيبون الإله؟ أولا يعيلوا لغرفة، يجي البنا يهيئ المكان يبنيها بشكل حلو، ثم يجيبون هاي اللي شفته أنت صنم نص بطن ونص من فوق بطن لفوق، يجيبون ركبونه، يجي البنا يملأ الفراغ الموجود بين الهيكلين، ثم يجي الصباغ يسبقها يلمعها يعدلها. شلون لعبة الأطفال شايفها حتى تجذب الطفل، شلون يعدلونها؟ يجي هذا يرسمها، ثم يجي الكهربتي يعدل كهربتها،
ثم آخر خطوة أبو ورد وأبو زجاج يجون يحطوا لها ورد وزجاج. ذاك الوقت إلى هذا المنطقة هاي المكان متهيئ للعبادة. خوش إله يأخذونه بالوالد. الحق شنو هو؟ الحق هو عبارة عن الاعتقاد بشيء المطابق لما عليه المرضات المولى بنفسه حق. خل أقرب لك المعنى حتى تعرف شرد أقول. شوف، الميت رحم الله الأموات حينما آخر خطوة من خطوات دفنه، صحيح لو لا؟ قبل لا يهين على التراب أكو واحد ينزل يريد يلقنه، عدل لو لا؟ يلقنه واحد هم شوي شي يسوي؟ قول أنت، يهز الكتف ماله زين؟ يلقنه. هسه هذا الملقن اللي دعي يلقنون اللي يلقن الميت يتكلم عربي، شي يقول له؟ فلان ابن فلان هل أنت على العهد الذي فارقتنا؟ أقول هذا يحكي عربي، الميت مو عربي، الميت شنو؟ فارسي هندي تركي صيني، صحيح؟ هذا الميت قبل لا يموت بدقائق ما يعرف عربي، صحيح ولا؟ لو تقول له كيف صحتك ما يدش تقول له، لابد أن تسأله بلغته. الآن الملقن يلقن باللغة. أقول هذا الميت يفتهم عربي. خل أعبر أغير عبارتي. إذا واحد يريد يلقن لواحد يقدر يلقن بلغة ما يلقن عربي، لو لابد أن يكون التلقين إيه؟ ليش؟ مو هذا شنو؟ هذا مو عربي، خل لقنه بلغته. إيش معنى تلقنون باللغة العربية؟ ليش؟ ليش هذا مو عربي؟ تبين أولا خو ما يصير تلقين إلا رحم الله والديك باللغة العربية. تبين الله يقول اللغة في عالم الأبدان والأرواح في الدنيا واختلاف ألسنتكم، هاي آية من آياته. لكن بعد الموت أي ميت في عالم الوجود من البشر لا يفهم إلا عدل ولا لا يفهم أبدا، ما عند لغة إلا عربي، صحيح ولا؟ هسه احنا عندنا بعض الفقهاء بعض المراجع مثل المرحوم الشيخ فاضل لنكراني رحمه الله، شو يقول؟ يقول قد يكون واحد بالقنوت، بالقنوت ماكو بالصلاة وهو عمل واجب لو مستحب، مستحب عليك نوب. إذا واحد بالقنوت راد يحكي ويا الله فارسي هندي بالقنوت يقدر لو ما يقدر؟ الشيخ يقول يقدر، بالقنوت عمل مستحب، لكن القضية لما تجي إلى الواجب لابد أن يكون شنو؟ بالعربي. إذا واحد يريد يزوج لواحد من وحده، يريد يطلق لواحد من وحده، يصير بغير عربي؟ أبدا، لابد أن تكون. يا سبحان الله. زين، هسه هاي إجت إيش على بالي؟ شاهدي شنو؟ هذا الملقن لما يلقن هذا المرحوم يقول له إن الموت حق، عدل ولا؟ والبعث حق، والنشور حق، وسؤال منكر ونكير حق، والجنة حق. هذا لما يقول له حق 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 ايش يقصد من معناه؟ يريد يقول له ترى هذا الاعتقاد اللي كان عندك قبل ذهابك إلى عالم البرزق هو مطابق للواقع، مرضي عند الله فهو حق. فالموت حق والحياة حق، صحيح؟ عجيب، بعدما عرفنا إن الكائنات من أسمائها حق، الشمس حق، القمر حق، الموت وما يوجد من اعتقاد صحيح مرضي عند الله فهو حق. هاي ثانيا. ثالثا،
حتى تعرفون علي مع الحق شنو معناه. يا أوسعها من معنى بوسع القرآن ووسع علوم محمد وآل محمد. ثالثا شو يقولون؟ يقولون للفعل والقول، دقق وياي، للفعل والقول بحسب ما يجب وبقدر ما يجب وفي الوقت الذي يجب وفي المكان الذي يجب حق. شنو يعني؟ ها، الفعل والقول بحسب ما يجب، باعتبار أنك أنت حينما تعتقد بدين وهذا الدين هو عند الله الإسلام وأنت متمسك بالإسلام، الإسلام له واجبات، له وظائف، فرائض، وله محرمات، صحيح لو لا؟ هذه الواجبات الدينية اللي المولى يقيدها بالزمان ويقيدها بالمكان، فحينما يقيدها بمكان وزمان باعتبار أن أداؤها يحتاج إلى حلول زمان وإلى وجود المكان، يصبح عنوان من عناوينها الحق. جنابك تريد تصلي صلاة المغرب، يصير تصليها صلاة الصبح؟ ليش؟ خذي ركعتين وهاي ثلاث. يقول لك لأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. موقوتا يعني شنو؟ يعني الزمان الله معينه والحالة والشاكلة الله معينها، فباعتبار أن معينة بالزمان ومعينة بالمكان، بالمكان القصبي ما تقدر تصلي، بالمكان النجس شنو؟ ما تقدر تصلي، باعتبار أن ما أوجبه الله في الصلاة بالشروط، فالصلاة حق والصيام حق والزكاة حق والأمر بالمعروف حق والنهي عن المنكر حق وكل فروع الدين حق. علي مع الحق. لا تنسون، لا تنسون. تبين لما نقول جاء الحق، هسه راح أكمل لك بس خلي بالك وياي، لما النبي خاطب أمير المؤمنين يقول علي مع الحق، مولانا اش تقصد؟ قال كل ما يشمل ويطبق عليه عنوان الحق فعلي معه، مو فقط علي معه، إنما هذا أيضا مع علي. حينما نقول الشمس مع علي وعلي مع الشمس، يعني حينما يقتضي المقام لإثبات ولايته إنه ولي الله، هذا الحق أي الشمس يخضع لأمر الولي، يقول لها ارجعي. فهمنا؟ لما نقول القمر حق، لما يقتضي لإثبات نبوة العظيم الخاتم، باعتبار أن هذا الحق واضح آية من آيات الجليل لإثبات نبوة خاتم الأنبياء، لما قالوا للمشركين شق لنا القمر، شنو شق القمر؟ ليش؟ لأن كما أن علي مع الحق وأو أعلى بشكل أوضح، رسول الله محمد مع الحق والحق مع محمد، ويدور الحق أينما دار محمد. إذن كلمة الحق كلمة واسعة جدا، هم بالمعنى هم بالمفهوم وهم بالمصداق بالتطبيق. زين، خلنا نجي للقرآن. القرآن الكريم يستعمل هذه المفردة 283 مرة. 283 مرة. بعد لما القرآن يستعمل هذه الكلمة، وإذا يجعل هذه المفردة اسم من أسماء الله، فاسم من أسماء المولى في القرآن إنه رحم الله والدك حق. زين، لما نقول الله حق
الشراح لهذه الأسماء. وبارحة أول بارحة كنا في رحاب الاسم من أسماء المولى، قلنا ما معنى أنه هو وما معنى أنه هو شنو قاهر، ما معنى يقال لله تبارك وتعالى إنه الحق. دققوا، اسم من أسمائه جل وعلا الحق، الحق. والقرآن كثيرا ما يشير إلى هذا الاسم حينما ينسبه إلى الجليل جل وعلا، وهو الحق، إن الله هو الحق المبين، ربك هو الحق، وهكذا كثيرا ما في سورة الحج، في سورة السيدة مريم، كثيرا ما. زين، لما يقال لله تبارك وتعالى إنه حق بأي معنى؟ بهذا المعنى، ركزوا، معنى دقيق أقاعدي. شنو هو؟ لما نقول الله حق يعني الله الحقيقي بذاته، الله غني بذاته، خالد بذاته، وما دون الله لا يوجد حقيقي بذاته، خالد بذاته، غني بذاته إلا الله. من هو الغني بذاته؟ الله. من هو الحقيقي بذاته؟ الله. من هو الخالد الأبدي السرمدي بذاته؟ الله. ودون الله، ركزوا، ودون الله كلهم بحاجة رحم الله والديك إلى الله. شو يقول القرآن؟ اسمعني، يا أيها الناس أنتم الفقراء. هيا أيها الناس، هاي كلمة الناس فيها أنبياء لو ما فيها أنبياء، فيها الأولياء لو ما فيها الأولياء، فيها الشهداء والصديقين، فيها الصالح والطالح، عدل لولا. يا أيها الناس، نعم مولانا، قال أنتم الفقراء والله هو الغني. دققت؟ إذا لما نقول الله حق يعني الحقيقي بذات، الخالد بذات، الغني بذاته. تعال إلى القرآن وإلى حديث النبي، علي مع الحق يعني علي مع الله، علي مع الحق يعني تجلي مرضات الله، تجلي الذات الإلهية بغنائها، بخلودها، بدينها، بمرضاتها، بجنتها، بنارها، بأنبيائها، بآياتها، بتكليفها، بفرائضها، بأحكامها، حبيبنا محمد وعلي وأولاد المعصومين. جاء الحق. زين، هذا أول استعمال قرآني لكلمة الحق، إن الله هو الحق، حق. يقولون الله خود تكلم مع موسى، سلام الله على موسى وعلى نبينا وآله وعلى جميع الأنبياء، قال له موسى باشر من تيلي تتناجي وتتكلم، جيب لك واحد دونك شوية، دونك يعني انت مثلا تقواك 100 يا موسى، جيب لك واحد 80. قال ان شاء الله ابشر. موسى من رجع يدور على واحد يريد ياخذ باشر للميقات، يدور على واحد شنو دونه، شاف له واحد يصلي بالصلاته مثل صلاة البعض، قال ايه هذا حلو، انا صلاتي احسن من هذا، خلي باشر اخذ هذا. من طالعه شوي تأمل، قال بالله هسه انا خذيت هذا، يمكن صلاته بيها شغلات،
بس عنده يمكن جانب ثاني أحسن من عندي، ما يفيد، ما أقدر أخذ هذا. صلاته ما هي زينة بس يمكن عنده شيء زين أحسن من عندي، عافية. راح شاف واحد تاجر، ها مرات يخلط، يحلف وايد ويشبه يعني يخلط ما بين الحلال والحرام، قال لي هذا حلو، هذا حلو. هذا باكر اخذه، هذا باكر اخذه وياي. وقف طالعه شاف لا هذا صحيح، احيانا عنده ما عنده بريك شان الاموال وكسب الدنانير، لكن مرات عنده صدقة بالخفية. قال له هذا ما أقدر أخذه، خاف هذا عندي شغلة أحسن من عندي. ما حصل البشر، دور على الحيوانات. الصبح يريد يطلع حش السامعين والمكان، شاف له كلب، قال إيه خل أخذ هذا الكلب وياي، هذا أخذه وياي وقل له ربي هذا دوني. وهو ماخذ الكلب وقف لحظة قال تعال، خاف قد يكون هذا الكلب شنو أنقذ وليا، أنقذ مؤمنا، أنقذ إنسانا، نفع واحد، عافه. إجب روح لله، إجب روح لله. لما إجب روح لله وإذا إجى النداء، يا موسى مو بشر لو جايب لهذا الكلب لسقطت من الاختبار، لسقطت من الاختبار. لا ياخذك العجب، لا ياخذك الرياء. لا تقول والله أنا كل وقت بالمسجد أصلي وكل ليلة بالقراية وما أطلع وما أشوف وما أحكي. لا، أنت تحتاج إلى عناية الحق إلى آخر اللحظات، إلى آخر اللحظات. زين، الله حق، بس المولى في القرآن حق؟ لا، يوجد أيضا استعمال وتطبيق ومصداق للحق في القرآن بعد الجليل جل وعلا. شنو؟ نرى إن القرآن من أسمائه في القرآن إنه يقال للقرآن في القرآن إنه الحق. عجيب، إذا عرفنا بعد الله اللي اسم من أسمائه حق، اسم من أسماء الكتاب الكريم حق، صحيح لو لا؟ جنابك تدري إن للقرآن في القرآن 55 اسم وصفة ونعت. أعيد، للقرآن وين؟ ها، في القرآن مو برا، للقرآن في القرآن 55 اسم صفة ونعت، ومن أسمائه ونعوته في القرآن يقال له الحق، فالقرآن حق. زين، أنت لما تقول القرآن حق لا تنسى التعريف اللغوي، شنو قلنا؟ قلنا المطابقة، وشنو بعد؟ والموافقة عليك نور والصواب. لما تقول القرآن حق بأي معنى؟ شنو يعني القرآن حق؟ يعرفونه شو يقولون؟ يقولون لما نقول القرآن حق، هسوى الخلف كلك الآية اللي تشير إلى أن اسم من أسماء القرآن حق، شوف شو يقول: ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. هذا شنو؟ سحر. لما جاء الحق يقصد القرآن. لما نقول القرآن حق أخواني يعني شنو؟ يعني أولا ما يوجد في القرآن مطابق موافق صواب 100%. يعني الأمثلة القرآنية صحيحة 100%. يعني القصص القرآنية بعد لا تشكك في صدقها صادقة 100%. أنت جنابك قد تقرأ قصة من كتاب من الكتب ما يندرى صحيحة مو صحيحة،
عدل مراوينها، عدل كاتبينها، عدل يقصها الكاتب. لكن لما تقرأ قصة في القرآن تعرف إن القصة المولى ذكرها كما هي، كما هي. إنا نقص عليك أحسن القصص. ومن هنا أخواني خلي أقول لكم حكاية، بعض القصص القرآنية الله وكيلكم، لو مو القرآن ذاكرها واستسمعها من خطيب أو تقرأها من كتاب لقلت هذه خرافة، هذه ما تصير صحيح. لولا أقل الواحد النبي حكى ويا النحلة، يقول شلون نبي بهالعظمة هالقدسية هالنورانية يتحدث مع شنو؟ نحلة. أقل هاي خو مو صعبة. ليش؟ لأن القرآن يذكر لنا نبي، مو بس نبي، كان ملك من الملوك عدل لولا. أنت تدرون إن الأنبياء أربع من عدهم هم أنبياء وهم ملوك، يعني هم عند النبوة وهم عند عليك نور. زين هذا سليمان النبي، سليمان الملك اللي يحكم الأرض ويحكم السماء، صحيح لولا. وحشر لسليمان جنوده من الجن قلت شنو والإنس والطير. سليمان بهالقامة الرفيعة القرآن يقول تكلم مع النملة. الله وكيلكم، لو مو القرآن ذاكر هاي القصة وانت تسمعها من المنبر كان قلت شنو؟ صحيح لو لا؟ شلون نبي يتحكى مع هسه لو فيل هم كان قلنا تنبلع، شنو هو؟ نملة، صحيح لو لا؟ نملة، نبي يتحكى مع نملة. أقول هسه يتحكى شيء عجيب، أعجب من يتحكى، شنو الأعجب؟ هذا سليمان سلام الله عليه إخواني خو مو قاعد يم بيت النملة يمعش النملة، صاعد على الفرس أو صاعد على شنو؟ ها ويم حشم وخدم وطير وحوش وجنود من الجن والإنس، هوسة يعني يمه، يعني صوت وصياح وحركة. وإذا هذا النبي عنده فد قوة سماعية فريدة، شنو هو؟ وهو يمشي بهالصياح كله. هسه أنت قاعد بالحسينية وأنا دعا خدمك على المنبر الحسين، إذا واحد دق عليك تليفون تقول له ما أسمع صوتك أرجوك بعدين دق علي، الآن بالقراية أنا ما أقدر أحكي وياك، صحيح لو لا؟ سليمان يم هالهوسة كلها وسمع صوت شنو؟ هسه لو فيها قلنا يتميز نملة، شنو من أذن عنده؟ صحيح لو لا؟ يوصفون هشي يقولون، يقولون سليمان لو أراد أن يسمع صوت في المغرب وهو في المشرق لسمع. هاي قدرات الأنبياء، هاي طاقات الأنبياء. وإلا أنت كل ما تريد تهضمها، يعني سيدنا سليمان سلام الله عليك وعلى سيدك رسول الله وآله، أنت شلون سمعت حكي النملة؟ كلها آيات، هاي كلها بينات. زين نكمل باكر وايد عندنا حكي. جاء الحق علي مع الحق، ظل بعد كلام في الليلة القادمة ختام مجالسنا نكمل الموضوع. الله الحسين هم حق، الحسين هم حق، حق واضح، الحسين حق صواب موافق مطابق. في مثل هذه الأيام اللي العقيلة زينب ورجعت بعد في المدينة، صحيح؟ أول ما طبت المدينة تدري عندها أخو اسمه محمد بن الحنفية، إجا هذا السيد الجليل مهرولا حزينا باكيا ذا بروح على إمام زمانه وابن أخوه الإمام علي بن الحسين، قام يقبل
الإمام ويشمه، وتدري الإمام يشوف واحد من عمامه هاي أول مرة يشم في رائحة الأبو، مو هيجي العرب شو يقولون؟ يقولون العم بريحة الأبو، هالو لا أخو ما تغيرنا إحنا بعد هاي طبعنا. وإذا شاف محمد تذكر كيف كان الحسين مع عمه محمد، شلون يقعدون وشلون كان محمد بن الحنفية يقبل يد الحسين. هنا محمد التفت إلى علي بن الحسين قال له يا عم أين أباك الحسين؟ أين عمك العباس؟ بهالأثناء شاف امرأة واقفة عند علي بن الحسين، قال له يا علي قل لهذه الامرأة تتنحى جانبا، هذه من اللي واقفة يمك؟ خلي آخذ راحت وياك بالبكاء. زاد البكاء عند الإمام زين العابدين وبكت، قال له ليش تبكي؟ قال له عمي ما عرفتها من هذه؟ قال له من هذه الامرأة؟ قال له هذه عمتي زينب. بالله عليك شلون حال زينب لما تشوف الأخو ما عرفها؟ تقول له حقك حقك يا أخويا ما عرفتني، حقك يا أخويا ما عرفتني ما عرفتني، حيث النواية بغيرتني. شوف المصائب شو تسوي بالإنسان. أخويا حقك ما عرفتني، قيث النوايب النوايب غيرتني غيرتني. يا ابو جاسم يا ابو جاسم يا محمد الغربة عمتني عمتني، وبذيج المجالس لو شفتني لو شفتني، لو ما تموت خويا لو ما تموت، اكشفت متني اكشفت متني، وتشوف الصيايات الولمتني والله، وتشوف الصيايات الولمتني. تجي إلى دار المولى تشوف دار الحسين، الله وين المولى وين الحسين؟ ولي والله قعدت بدار حسين تبجي، قعدت بدار حسين تبجي، ويا الزمان الفات تحجي، آه ويا الزمان الفات تعجي. بيت الدعاء علامه 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 الدار فرقنا، علامه 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 بجيت وصاحت الوادم، علامه علامه بجيت وصاحت الوادم، علامة يا علامة زوى الزايد بمتوني، زوى الزايد بمتوني، علامة وانا ذيك العزيزة الهاشمية، والله وانا ذيك العزيزة يا الهاشمية. والله ضمني ضربني علمتوني وشتم، يا الله مد الأيادي إلى الرحمن، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم شافي وعافي مرضانا، اقضي حوائجنا، سهل أمورنا، وسع أرزاقنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. اللهم احفظ هذا البلد الطيب وأهله وجميع بلدان المسلمين من كل سوء وبلاء ووباء يا الله.
أخواني الحاضرين، أخوات السامعات، من عنده حاجة إلهي بعظمة هذا المنبر الشريف اقضي حوائجهم يا الله، سهل أمورهم. وإلى أرواح أماتكم أخواني فردا فردا، وأمات السامعات، وأمات الأحبة القائمين بخدمة وإدارة الحسينية، وأمواتي، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات. سبعني بغيبتك تجري الزمن مولاي، ولا يمشي أبد دهري عدل وياي. أنا لا للهوى فقري ولا للمال.